السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. كما شفتوا الفيديو ديال اليوم غادي تكون خفيفه ظريفه، غادي تكون فيها واحد التحليات اللي غتجي يعني بواحد لاباز وحده، وغادي نديروها يعني بجوج ديال النكهات كتجي خفيفه لذيذه بزاف. والاهم من هذا الشيء انها اقتصاديه وما كتاخذش بزاف ديال الوقت، كتحضر فقط في 10 دقائق. فممكن تقدموها للضيوف ديالكم، غادي تحمر لكم الوجه انا متاكده، وكذلك حتى لوليداتكم اولا في مناسبات ديال اعياد الميلاد او الحفلات. فإلا كان يهمكم الفيديو خليكم معايا حتى الاخر. غادي نحتاجو هنايا الكريمه السائله. انا هنا هاد الباكيه اللي كناخذها فيها تقريبا غير 473 مليلتر، يعني ماشي مشكل حيت ما لقيتش باكيه اللي فيها 500 مليلتر. غادي نحتاجو تقريبا 200 غرام ديال الجبن، اما جبن فيلادلفيا او لا جبن الماسكاربون. غادي نحتاجو تقريبا 4 المعلقات حتى 5 ديال السكر على حسب الذوق، كل واحد وشنو شحال كيبغي يدير ديال السكر. غادي نحتاجو فانيلا، وهكا فواكه مشكله باش غادي نديروهم في هاد التحليه. بالنسبه لهاد الفواكه اللي اختاريتهم انا كيجيو زوينين هكا في التحليه، وكيعطيو حتى شكل جميل فاش كنسربيوهم هكا في الكؤوس. فممكن نتوما تبدلوهم باي يعني فواكه كتحبوا، واكيد من بعد غادي نعطيكم المقادير حتى اللي درت في الشوكولات، يعني شنو درت في الكؤوس اللي درت فيهم الشوكولات. فغيتبعوا معايا المراحل يعني دقه بدقه، واكيد غادي تكتشفوا كل شيء في الفيديو. فبالنسبه للناس اللي عايشين هنا، انا هذه هي الكريمه اللي كنستعملها، هذه هي الماركه. وغادي نحتاجو اكيد هاد ليفيرين او هاد الكؤوس اللي غادي نقدمو فيهم هاد التحليه هذه. فممكن تستعملوا اي كؤوس عندكم في البيت، ماشي ضروري هادو، مهم يكونوا صخر وصافي. فاول حاجه غادي ناخذ يعني الجبن، غادي نوضعو في واحد الاناء بحال هكا، وغادي نضيف الكميه ديال السكر اللي عندي. كما قلت لكم دائما ضيفوا يعني الكميه اللي كتبغيو نتوما. انا غادي نضيف هنا تقريبا 4 المعلقات، نتوما الا تبغيوه حيت ما بغيتوش يجيني حلو بزاف، الا بغيتو نتوما تضيفوا اكثر فكيبقى لكم الاختيار. غادي نجيب الخلاط الكهربائي او الميكسر، وغادي نبدا نضرب هاد الجبن هذا حتى يندمج الخليط جيدا ويولي عندي على شكل كريمي بهذا الشكل هذا. غادي نضيف القليل من الفانيلا، تقريبا ضفت ملعقه صغيره ديال الفانيلا السائله، ممكن تعوضوها بالسكر الفانيلا الا ما كانتش توفر عندكم. وفي الاخير غادي نضيف الكريمه. من شروط الكريمه انها تكون بارده بزاف، يعني تكونوا يلا خرجتوها من الثلاجه باش دغيا تطلع معاكم. فهنا الا لاحظتوا فاش بديت هكا نضرب بقى كيرش لي، راكو عارفين مهم الكريمه. فدرت هاد لاسويس هادي اللي سبق لي شاركتها معاكم، هو انكم كديروا الفيلم اليمونتير وكتديروا واحد الثقب في الوسط وكتدخلوا الباتر. بهذه الطريقه ما غاديش توسخوا المطبخ ديالكم، يعني ما غاديش يبقى يطرش. غادي نخدم هاد المكونات كلهم مع بعض. كما شفتوا يعني الطريقه جدا سهله، وكتحضر هاد التحليه في دقائق وبمكونين فقط، يعني الا ضفنا له السكر 3 ديال المكونات، يعني ما فيهاش مكونات كثيره، سهله مهله وكتجي لذيذه. في المذاق ديالها كتجي تماما بحال شيز كيك، كتجي لذيذه بزاف. يعني فقط هنا ما غاديش نديرو بيسكوي، يعني غادي نتفاداو البيسكوي. فكما شفتوا هنايا قسمت الخليط الى قسمين، يعني جبت واحد المول وضعت فيه نصف الكميه ديال الخليط. بالنسبه لهاد الكميه اللي قسمتها غادي نوضع لها تقريبا جوج معلقات كبار ديال الكاكاو المر او لا الحلو على حسابكم اللي كان متوفر عندكم. انا كنفضل الكاكاو المر، نتوما اللي كتفضلوه ديروه. اما بالنسبه لهاد التحليه فباش غادي نزينها، غادي نزينها بشويه ديال رقائق اللوز اللي انا غادي نحمرهم،
وكذلك عندي هنايا شويه ديال الشوكولات اللي انا حكيتها في الحكاكه، وكذلك هنا عندي هذا البسكوي، ومن بعد ممكن تزينوا باي شوكولات تكون عندكم او لا بسكوي بحال هذا. عندي انا هاد لي ميني كوكيز هادو اللي كانوا عندي، مهم تزين كيبقى اختياري. بعد غادي نجيب جايب الحلواني باش يسهل عليا العمليه، نوضع هاد التحليه في الكؤوس وغادي نعمرو بهذا الخليط اللي عندي. ومن بعد غادي نوضع كما شفتوا الكؤوس جهزتهم في واحد البلاطو اللي غادي ندخلو باش غادي من بعد تجيني سهله العمليه ندخلهم للثلاجه باش يبردوا. في غادي نوضع كميه هكا في القاع ديال الكاس، من بعد غادي نضيف شويه ديال رقائق اللوز اللي حمرتهم، وفي الاخير غادي نضيف ديك الشوكولات المحكوكه بهذا الشكل هذا كما شفتوا. الطريقه جدا سهله، وغادي نستمر بنفس العمليه حتى نكمل جميع الكؤوس اللي عندي. بالنسبه للناس اللي مثلا كانوا غادي يجوهم ضيوف، مثلا وبغاو يديروا تحضيرات نهار قبل ما يجوهم الضيوف، فنصحهم انهم يجهزوا هاد الكريمه، يخليوها في هكا دوك لي مول الزجاجيه ويغطيوها مزيان بالبلاستيك الغذائي ويوضعوها في الثلاجه حتى الغد ليه فاش يقربوا يجوا الضيوف، ويديروها هكا في جيب الحلواني ويوضعوها هكا في الكؤوس، فما غادي يوقع ليها حتى شي حاجه، كتبقى هادي في الثلاجه حتى 3 ايام 4 ايام ما يوقع ليها حتى شي حاجه. التحليه اللي درناها بالفانيلا غادي نوضعوها كذلك في جيب الحلواني، وبنفس الطريقه غادي نوضعوا القليل لتحت في الكؤوس، ونزيدوا شويه ديال الفراوله المقطعه، وزينوا الفوق بالطريقه اللي بغيتوا. كذلك هنا غادي نزين بالتوت البري، فمهم كيبقى لكم الاختيار. فكما شفتوا دائما كندير بين طبقه وطبقه، ندير داك التوت البري او الفراوله، والفوق كنزين كذلك بنفس الطريقه، اما بالفراوله نصف فراوله هكا مقطعه او لا بالتوت البري. فتزين دائما كما قلت لكم كيبقى اختياري. فصافي انا غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي، من بعد غادي نوضعها في الثلاجه على الاقل، خاص هاد الكؤوس هادو يبقاو 3 السوايع حتى 4 السوايع في الثلاجه، عاد تسربيوهم باش تكون ديك الكريمه قابطه في راسها، شدت في راسها مزيان. انا هنا فقط صورتهم ليكم، ومن بعد دخلتهم ديريكتومون الثلاجه، بقاو عاد 4 السوايع في الثلاجه عاد شدوا راسهم مزيان. وكما شفتوا هنايا هاد الكؤوس هادو اللي درت فيهم الشوكولات، فانا زينتهم بقطع ديال شوكولاته كيت كات او لا، مهم زينوهم باي شوكولات تكون عندكم. وواحد جوج زينتهم بالكوكيز، هذاك الميني كوكيز اللي كان عندي، مهم كما قلت لكم تزين كيبقى اختياري، ممكن تزينو كذلك بدوك لي سيغار لي بيسكوي سيغار، حتى هما ممكن تزينو بهم. كما شفتوا كيجيو راقيين في الشكل، لذاذ بزاف، زوينين، ممكن تقدموهم كتحليه مور اي عراضه ديال العشاء او الغداء، تقدموهم هكا مع الديسير، كيجيو زوينين كيحمروا الوجه، وكذلك ساهلين ماهلين كما شفتوا، ما فيهمش مكونات كثار، يعني اقتصاديين، وكيتحضروا بسرعه، يعني فقط 10 دقائق ممكن انكم تجهزوهم وتحضروهم للضيوف ديالكم او لوليداتكم. فنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون كان خفيف ظريف عليكم ويكون نال اعجابكم. ما تنسونيش دائما بلي لايك ديالكم باش نتشجع ونواصل معكم في تنزيل الفيديوهات، كذلك ما تنسوش تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، وكذلك تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ونقول لكم مع السلامة، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي، بسلامة.